بعض يعني طلبة العلم المتصدرين بالتدريس في الفتوى ممن يعني يدافع عن الشيخ محمد، كيف التعامل مع هؤلاء؟ والله هؤلاء الذين يدافعون عن الأخطاء هذه القائمة بارك الله فيك، إذا كان يجهل الحال الذي آل إليها أمر هذه الفتنة فيعرخ، إن أصر مثل هذا لا يجلس إليه أبدا ولا يحث عليه ولا يدل إليه، لأن هذا هوى.